أهلا بكم من جديد. تنفيذا لما أمر به سمو ولي العهد بالمتقى الحكومي 2017، أعلن وزير الإسكان سعادة المهندس باسب بن يعقوب الحمر أن الوزارة تبدأ بتسليم 4800 وحدة سكنية الأسبوع المقبل ضمن برنامج عمل الحكومة بتوفير 25000 وحدة سكنية. وأشار الوزير إلى أن المتقى الحكومي جاء كتأكيد على اتساق النهج الحكومي مع الرؤية الاقتصادية 2030، ولإيضاح ما تم اتخاذه من خطوات ثابتة لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعادة رسم دور القطاع العام لتحول الحكومة تدريجيا من مزود إلى منظم للخدمة بدعم الابتكار والإبداع والاستثمار في المواطن. وأشار الحمر إلى أن وزارة الإسكان ستستمر في وضع السياسات المتجددة والمتواكبة مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية المقبلة. شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بفعالية مبادرة مستقبل الاستثمار 2017 التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض. وقد أكد الوزير الزياني على أن القطاع الخاص في المملكة أصبح المساهم الأكبر في التنمية المستدامة، خاصة وأنه بات يشكل ما نسبته 80% من الاقتصاد الوطني. وقال الوزير الزياني إن خطط وبرامج التنمية وتطوير البنية التحتية مستمرة رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية في أسواق الاستثمار بسبب تدني أسعار النفط. من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي خلال مشاركته في إحدى الجلسات على ضرورة التعامل مع معطيات السوق الحالية بمزيد من المرونة من أجل الحفاظ على خطى ثابتة في تطوير الاقتصاد الوطني. وبين الرميحي أن شركة ممتلكات البحرين القابضة استطاعت خلال عامين أن تخفض خسائر الناقلة الوطنية لمملكة البحرين طيران الخليج بنسبة 90% بفضل خفض النفقات والحفاظ على مستوى متطور من الخدمات. والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني. مرحبا بك سعادة الوزير معنا في النشرة الاقتصادية. بداية سعادة الوزير، ما هي أحدث الأرقام المسجلة لحجم التبادل التجاري بين البحرين وأيضا السعودية، وما هو تقييمكم للعلاقات التجارية والصناعية بين المملكتين الشقيقتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المملكة العربية السعودية تعد الشريك الأول في التجارة مع مملكة البحرين، وحجم التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يفوق أي دولة أخرى. حجم التبادل التجاري لأول 7 شهور من هذه السنة بلغ 1,200,000 دينار بحريني، ونتوقع إن شاء الله على نهاية العام يتفوق 1.5 مليار. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المساهم السعودي أو المستثمر السعودي من أكبر المستثمرين في بورصة البحرين، كما هو أكبر مالك لسجلات تجارية بعد الجنسية البحرينية. عندنا ولذلك قمنا بتأسيس مركز المستثمر السعودي في الوزارة، وأطلقنا هذا المركز في شهر مايو من العام الحالي وفق الاتفاق اللي تم بين سمو ولي العهد وسمو ولي العهد السعودي في الزيارة اللي سبقت ذلك بشهرين إلى الرياض. ومنذ تأسيس المركز إلى تاريخه تم فيه حوالي 5000 معاملة لمستثمرين سعوديين في السجلات التجارية في مملكة البحرين. نعم سعادة الوزير، بالحديث عن مشروع نيوم الضخم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس في مبادرة مستقبل الاستثمار 2017، من وجهة نظركم سعادة الوزير، كيف سيخدم مشروع نيوم الضخم دول المنطقة والبحرين على وجه الخصوص؟ طبعا المشروع اللي أعلن عنه أمس فاجأ الجميع وأخذ الجميع يعني ذهول لحجمه ومدى تطوره. الأشياء اللي عرضت في المشروع تعتبر سوابق على المستوى العالمي. حجم المشروع 26,500 كيلومتر مربع، شيء يعني يفوق الخيال، وفي طموح ويعني نعم أحلام كبيرة إن شاء الله تحقق باسم المملكة العربية السعودية بإذن الله. سمعنا هذا الكلام بشهادة الحضور كلهم، وطبعا هو رؤية وحلم لسمو
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية، وإذا تحقق شيء في السعودية فلا بد أن الخير يعم على المنطقة كلها كونها الاقتصاد الأكبر والسوق الأكبر في منطقة الخليج العربي. نعم. بالنسبة لنا إحنا نعتبر الاقتصاد البحريني اقتصاد مرتبط 100% بالاقتصاد السعودي، ونعتبر اقتصاد يكمل الاقتصاد السعودي، وأي منفعة في السعودية لا بد أن تنعكس إيجابيا على البحرين إن شاء الله. نعم، هذا ما نتمنى. سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، شكرا جزيلا لك. مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، رعى وكيل الوزارة لشؤون الصناعة سامي العريض ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تمويل التجارة العربية الدولية. وقد اشتملت أعمال الورشة على التعريف بأنظمة تأمين ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار والمؤسسات المالية وتشجيع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الوطنية لتصدير المنتجات إلى كافة دول العالم مع توفير الضمان اللازم للمصدر. وقد تطرقت الورشة إلى تحديد دور التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني وطبيعة عقود التأمين لدى المؤسسات المالية وإجراءات التأمين، إضافة إلى النظر في شروط الصلاحية للتأمين والمخاطر المغطى. هناك الأسباب لماذا يعني هنالك أسباب إيجابية للتصدير. رقم واحد، كسب عملة صعبة للبلد أو للبلد المصدر أو للشركة المصدرة، وهي تساعد على استيراد مواد ومعدات منتجة التي تساعد على رفع المنتاج المحلي. العنصر الآخر والمهم هو التصدير ينتج عنه تنافسية عالمية. بالنسبة لورشة العمل اليوم تتركز على شركة ضمان اللي هي المؤسسة العربية لتمويل الصادرات والاستثمار. طبعا الشركة شركة قديمة توفر خدمات، لكن بالنسبة لنا احنا كبنوك البحرين مقتصرة على عدد محدود من العمليات، لكن اليوم بالورشة هذه بتكون ورشة تعريفية وتسويقية في مجال أكبر لبنوك بشكل أكبر أن تعمل بالحصول على غطاء. هذا الغطاء يحد من المخاطر ويجعل البنوك أن تتوسع في محفظتها في تمويل التجارة بشكل أكبر. وقع المصرف الخليجي التجاري اتفاقية مع شركة مباشر للوساطة لإطلاق بحرين تريد، وهو أحد حلول التداول المبتكرة لتمكين المستثمرين من التداول في بورصة البحرين عبر الإنترنت. ويعد المصرف الخليجي التجاري أول مؤسسة مالية تشارك في توفير هذه الخدمة لعملائها. من جانبه أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين التزام البورصة بتعزيز وتسهيل عملية وصول المستثمرين للبورصة من أجل تعميق السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة فيه بشكل سريع. وقف الآن مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.